ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل استمرار الحرب في يومها 89 بعد المئة، يواصل الاحتلال مجازره ضد المدنيين في القطاع، فيما تستمر عمليات الاغتيالات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة على وقع مفاوضات متوقفة لإيجاد حل للأزمة. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد سامر عوض للحديث في هذا الموضوع، كما نرحب عبر الخط الهاتفي من اسطنبول بأمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. أهلا بكما معنا ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ سامر حول دخول الحرب في يومها 89 بعد المئة، ولا تزال صمود الشعب الفلسطيني متواصلا رغم هذه الحرب التدميرية واستهداف كل مقدرات الشعب الفلسطيني، آخرها كان مجموعة من الصحفيين أدى إلى إصابة أحدهم بإصابة خطيرة وإلى بتر ساقه وإصابة زملائه الآخرين. كيف تقيمون الحرب في يومها 89 بعد المئة؟ الشعب الفلسطيني أخي ياسر بحسب الأعراف الدولية وبحسب أعراف الحروب انتصر منذ اليوم الأول وينتصر حتى هذه اللحظة، بمعنى الضعيف الذي يبقى صامدا بعد 190 يوم أمام أعتى الجيوش المدربة والمدججة بالسلاح والطائرات والمتفجرات وهو لا يملك من الشيء إلا الصمود والإرادة، هو انتصر في قضية الصلابة وقضية البقاء على الأرض وإفشال كل المخططات التي سعى لها الاحتلال منذ اليوم الأول لهذا العدوان. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن يجب عليه فقط أن ينتظر اللحظة النهائية التي تحسم الحرب وتحسم انتصاره بعد كل هذه التضحيات التي قدمها على سبيل على هذا الطريق أمام آلة القتل الإسرائيلية. وبالتالي صمود أهالي قطاع غزة حقيقة يدرس. تخيل أن تتحدث عن 2,300,000 فلسطيني في أصغر بقعة على مستوى العالم يواجه أعتى الطائرات والمتفجرات، لم يمر في تاريخ هذه البشرية حربا كهذه الحرب، ولم يمر في ذات السياق صمودا أسطوريا كصمود هذا الشعب الذي يعني وقف أمام الطائرات والمتفجرات وآلة القتل والميركافات متصديا لكل مشاريع التهجير الذي حاول الاحتلال فرضها أمرا واقعا، لكن المقاومة كانت في الخط الدفاعي الأول والشعب الفلسطيني كان حامل هذه المقاومة في قطاع غزة وصمد بكل بسالة وبكل شجاعة على مدار 190 يوم دون أن يتنفس قليلا في قضية أن يرضخ بالأمر الواقع الذي حاول الاحتلال فرضه بقضية دفعه إلى الهجرة وترك أراضي قطاع غزة بعد كل الأحداث التي مرت. نعم دكتور محمود، أرحب بك معنا وأتساءل معك عن هذا الصمود المتواصل للشعب الفلسطيني طيلة 190 يوما، مقاومة مستمرة، آخرها قبل يومين شاهدنا ما جرى في كمين الزنة، وكذلك صمود الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف المأساوية التي يعيشها، ما يزال الشعب قوي في مواجهة سياسات الاحتلال الذي يستهدف كل شيء، يعني في حالة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني. أمس استهدف مدير للشرطة في مركز الشرطة في شمال قطاع غزة، اليوم استهدف الصحفيين، أول أمس استهدف عائلة في منطقة الصبرة، وهكذا بدون توقف. ما التفسير لكل هذا دكتور؟ حياك الله دكتور محمود، تفضل. دكتور محمود يبدو أنه لا يسمعني بوضوح في هذه الأثناء، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أحيل هذا السؤال إلى ضيفي عبر سكايب أستاذ سامر، أحيل إليك هذا السؤال، تفضل. يعني أخي نعم. يونس في البداية يعني في سؤالك دعنا نتحدث عن ثلاثة أقسام. القسم الأول فيما يتعلق باستهداف الصحفيين، أولا الاحتلال يستهدف كل شيء موجود داخل قطاع غزة يحمل الهوية الفلسطينية أو ينقل الرواية الفلسطينية أو يفضح جرائمه، وبالتالي أن يقتل 140 صحفي منذ بداية هذا العدوان بالإضافة إلى عشرات الجرحى من الزملاء الصحفيين يؤكد على أن الاحتلال أصبحت خروج الرواية الفلسطينية من قطاع غزة تشكل له خطرا حقيقيا، بالإضافة إلى أن أيضا الإشكالية الحقيقية في قضية ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يموت في قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال يستهدف هذه الطواقم من أجل فرض هذا الواقع، بالإضافة إلى أمر آخر وهو قضية استهداف الذين يعملون في قضية المساعدات، وهي رسالة واضحة يريد الاحتلال إيصالها عبر ثلاثة أمور. أولا
التحكم في قضية إدخال المساعدات من أجل استمرار سلاح التجويل حتى يؤتي أكله كما يريد الاحتلال ضمن المخططات، وبالتالي يتحكم الاحتلال في دخول المساعدات. والكذبة الكبرى هي كذبة أن منذ إعلان بايدن بأنه نتنياهو وعده بإدخال المساعدات لم يدخل شيء حتى هذه اللحظة. ثانيا استهداف الذين يقومون على ترتيب دخول المساعدات، ورأينا كيف قبل عدة أيام تم اغتيال المدهون الذي كان يقوم بترتيب مثل هذه الأمور، واليوم نرى مثل هذا الفعل كنوع من هذه السياسة المستمرة، بالإضافة إلى قضية استهداف المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات كما رأينا في دوار نابلسي والكويت كجزء من السياسة المتكاملة التي يحاول الاحتلال دعمها من أجل استمرار حرب التجويع داخل قطاع غزة حتى يقوم بقتل الشعب الفلسطيني بأداة أخرى غير أداة المتفجرات التي أصبحت تحرج أمام العالم. لكن سلاح التجويع وصل الآن إلى العالم، وبدأت حتى إدارة بايدن تتحرج يعني تخرج الأصوات من هناك في انحياز البعض إلى إنسانيتهم كرفض لهذا المشروع الذي أصبح يذبح الشعب الفلسطيني بصمت، ويموت آلاف الأبرياء وهم ينتظرون الطعام بعد أن كانوا ينتظرون المتفجرات من السماء من طائرات الاحتلال. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ سامر. أرحب بالدكتور محمود مرة جديدة، وأتساءل معك دكتور محمود، يعني هناك من يقول من المراقبين بأن هناك ثمة تحول في الموقف الأمريكي إلى حد ما، وأنه أن أمريكا تضغط الآن على إسرائيل بنوع من الضغط من أجل يعني تغيير الأوضاع في قطاع غزة أو إنهاء الحرب أو الوصول إلى هدنة في أقرب وقت. أولا ما رأيك في هذا الكلام، وما رأيك في هذا الفشل الإسرائيلي المتراكم طيلة أكثر من 6 شهور؟ لم تستطع الدولة المارقة إسرائيل تنفيذ أي من أهدافها العسكرية أو الأمنية سوى الدمار والخراب في القطاع. نعتذر مرة جديدة، انقطع الاتصال بدكتور محمود، يبدو أنه غير متاح في هذه اللحظات. أحيل هذا السؤال مرة جديدة لضيفي عبر سكايب أستاذ سامر عوض، مرحبا بك مرة أخرى، وأحيل إليك هذا السؤال. الفشل الصهيوني المتواصل سبب إحراجا للحكومة والإدارة يعني الإدارة الحكومية ومجلس الحرب، بالإضافة إلى الإحراج الذي تسبب به للأمريكان، لكن هل تعتقد بأن هناك جدية أمريكية في الضغط على الكيان لوقف هذه الحرب؟ يعني أعتقد هناك أسباب كثيرة الآن أصبحت تطفو على السطح في قضية توتر الأجواء ما بين نتنياهو وسياساته وما بين بايدن وإدارته، وأعتقد الموضوع لا يتعلق بقضية الدعم، لأنه موضوع الدعم الأمريكي للاحتلال هو جزء من الاستراتيجية التي لا يمكن تغييرها. الإشكالية الحقيقية أستاذ يونس تتعلق بأنه هذا الاحتلال يدرك بأنه أمريكا لن تتخلى عنه، فلذلك يستمر في إجرامه ويستمر أكثر في قضية عدوانه على هذا الشعب. لكن الإشكالية الحقيقية الآن بدأت تظهر من خلال بعض الأمور التي أصبحت تحرج الشريك الأمريكي في الساحة، من خلال دخول رفح، وهذا أمر معقد بالنسبة للإدارة الأمريكية لأنها لم تحصل على أي ضمانات من نتنياهو في هذا المشهد. قضية موضوع الصفقة والهدنة بعد أن تعقد المشهد في لقاء المفاوضات، أصبحت الإدارة الأمريكية تدرك بأنه من يعطل هذا الأمر هو نتنياهو وليس حركة حماس، وحتى وإن كانت تصرح الإدارة الأمريكية بأنه حركة حماس تصر على مواقفها، لكن حقيقة الأمر بقراءة بسيطة أنه 3 أو 4 من مطالب حركة حماس الخمسة أصبحت مطالب دولية، بمعنى حماس في المفاوضات تطالب وقف إطلاق نار سواء مؤقت أو دائم، وهذا مطلب دولي. الانسحاب من قطاع غزة هو مطلب أمريكي للعلم، بمعنى إذا بقي الاحتلال يحتل قطاع غزة فهو قد أجرى حل الدولتين، وبالتالي هذا ليس في مصلحة الأمريكيين، بمعنى أصبح الموضوع ليس صعبا في طلب حركة حماس. ثالثا هو قضية إعادة النازحين والإعمار وقضية إدخال المساعدات، هذه جميعها أصبحت مطالب دولية. المطلب الوحيد الذي قد نقول تتمترس حوله حركة حماس في مطالبها أو يعني يعود لها هو مطلب الإفراج عن الأسرى مقابل الأسرى، وبالتالي تدرك الإدارة الأمريكية بأنه في هذا المجال من يعطل هذا الملف هو نتنياهو. في قضية الأخطر من ذلك هو سلوك نتنياهو الذي الآن أصبح يأخذ بعض الشخصية في قضية إطالة عمر الحرب الذي أصبح يؤرق الأمريكيين، خاصة بعد ضربة السفارة القنصلية الإيرانية والتي تخيف الأمريكيين قليلا في قضية اتساع رقعة الزيت في المنطقة. إذا ما ربما الأيام القادمة تحمل يعني توضح هذا التوقع أكثر من أي وقت مضى. أرحب مرة أخرى بالدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود مرحبا بك معنا. معكم أخي الكريم، تفضل. أهلا وسهلا.
الإبادة التي تحصل في قطاع غزة منذ 6 أشهر، تحدثنا في أكثر من سؤال طرحناه، لكن في نفس الوقت الذي يعتدى فيه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمارس الاحتلال جرائمه أيضا في الضفة الغربية المحتلة التي كان من المفترض أن تشكل زخما ضاغطا على الكيان الصهيوني خلال هذه الشهور. كيف يمكن النظر إلى هذا العدوان المتواصل على كل فلسطين وعلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة أو في قطاع غزة؟ واضح دكتور يونس أن هذا العدو الصهيوني أمن العقوبة، وواضح أن هذا العدو الصهيوني بات يختبئ تماما خلف الفيتو الأمريكي، وبالتالي هو يعني ينفذ كل الأجندة الصهيو أمريكية وكل المجازر التي ارتكبها في عام 1948، وأصبحت في غياهب نسيان العالم أصبح ينفذها الآن أمام الكاميرات وأمام الإنترنت وأمام وسائل الإعلام، وهو غير عابئ إطلاقا ولا يسأل إطلاقا لا بالمؤسسات الدولية ولا بالقوانين الدولية ولا بالأعراف الدولية، وهو مستعد أن يرتكب أكثر من هذه الجرائم في مقابل تحقيق الأجندة الصهيونية. ولذلك قطعا أهلنا في الضفة الغربية مقصرون حقيقة حتى الآن أن الضفة لم تنفجر في وجه العدو الصهيوني. العالم، كل العالم يفهم أنه لو نجح الاحتلال في إجراء نكبة جديدة في قطاع غزة لكانت الضفة الغربية هي الذبيحة الثانية بعد قطاع غزة، وإن صمود أهلنا في غزة كان خط دفاع أول عن الضفة الغربية. فبالتالي حتى أهلنا في 48 إن كانوا لا يفهمون أن العدو الصهيوني يعاملهم على أنهم هم غير مرحب بهم في دولة ما يسمى بإسرائيل، هم يريدون هذه الدولة خاصة بهم خالية من كل شيء اسمه شعب فلسطيني. الآن المفهوم الذي بدأ يعني يرشح على السطح هو مفهوم إثمار بن غفير، التطرف الأشد، وهو ينادي بهذا علنا جهارا نهارا، ترانسفير جديد للشعب الفلسطيني، نكبات جديدة للشعب الفلسطيني، ينادي بالذبح، ينادي بالقتل. ومنذ بداية هذه المعركة شهد العالم تصريحات وزراء وقادة جيش وألوية في الجيش أنهم يتعاملون مع حيوانات بشرية، هم لا يعتبروننا كشعب فلسطيني، لا يعتبروننا بشرا، وبالتالي يعني هم لا يفهمون كيف العالم يعتبر أنهم يرتكبون إبادة جماعية أو قتل جماعي، وينكرون ذلك بكل صفاقة وكل وقاحة حقيقة. وما زال العدو الصهيوني يحاول، طبعا وهو فاشل في هذا الآن، يحاول تمثيل دور الضحية حتى وهو يذبح الشعب الفلسطيني رغم كل الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة أمام العالم، ورغم بداية سقوط السردية الصهيونية في العالم حقيقة، وخسارته الإعلامية رغم إنفاقه ملايين الدولارات على الإشاعات والحمد لله رب العالمين حقيقة واضح أنه فيه جهد كبير جدا. دكتور نعم، هذا الجهد الذي تتفضل بالحديث عنه، يعني الأمريكان والصهاينة، الأمريكان عندما أعطوا الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بهذه الحرب، حرب الإبادة، وأعطوهم مساحة زمنية كبيرة جدا ولا تتاح يعني في لكثير من الدول، وبالتالي كان التوقع أن يحقق الكيان أهدافه الأمنية والعسكرية في وقت أقصر وفي بشكل أسرع. يعني مثلا هو قال أن العمليات تستغرق في خان يونس شهران، ولكن نحن نتحدث الآن عن 4 شهور انقضت وانسحب من خان يونس ولم يحقق شيئا من هذه الأهداف العسكرية أو الأمنية. كيف يمكن تفسير هذا الصمود الفلسطيني وهذا التماسك في أداء المقاومة التي أعجزت الاحتلال، ولا سيما التمسك بشروط المقاومة فيما يتعلق بوقف الحرب، يعني انسحاب قوات الاحتلال، وقف القتال، وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة؟ هذا الكلام نسمعه منذ أكثر من 3 شهور على التوالي. المقاومة، نعم تفضل. أنا قد أختلف معك قليلا، العدو الصهيوني وحتى الأمريكي ما كان يتوقع أن هذه المعركة ستستمر أكثر من أيام معدودة، يعني اعتاد العدو الصهيوني أن حروبه مع الأمة العربية أطولها كانت 6 أيام، وأطول معركة مع المقاومة كانت 51 يوم في عام 2014، لكن أن تستمر المعركة بهذا الزخم
وبهذا الصمود الاسطوري وهذه العمليات الفوق نوعيه حقيقه للمقاومه بعد اكثر من 6 اشهر، اليوم احنا دخلنا في 190 يوم تقريبا، هذا يعني ان العدو الصهيوني اكثر من فاشل. يعني كل الاهداف الاستراتيجيه التي اعلنها نتنياهو من اليوم الاول لهذه المعركه حتى اليوم لم يحقق منها شيء، فهو لم يستطيع انهاء قوه حماس، لم يستطيع انهاء الانفاق، لم يستطيع منع خروج القذائف والمقذوفات الصاروخيه من قطاع غزه، لم يستطيع ترحيل اهل قطاع غزه الى سيناء، وهذا كله من فضل الله عز وجل حقيقه، وصمود شعبنا الفلسطيني لا يمكن ان نرده الا لمعجزه الهيه، تثبيت الهي لهذا الشعب العظيم، والا حقيقه ان هذا الصمود حقيقه فوق طاقه البشر، يعني ما يحدث في قطاع غزه من صمود اهلنا الشعب الفلسطيني العظيم في قطاع غزه، هذا الصمود ليس صمودا اسطوريا فقط، هذا يعني هذا صمود والله معجزه من المعجزات، يعني الذي يعرف ما هي ظروف مثلا مدينه رفح الصغيره التي يعني في الكاد تتسع ل مثلا 70,000 ولا 100,000 200,000، اما ان يكون فيها 1.5 مليون انسان وما زالوا يعني في داخل المدارس التي تسمى مراكز ايواء وهي عباره عن مدارس فرغت وابنائنا حرموا من عامهم الدراسي، رغم كل هذا راينا يعني نماذج صمود عجيبه جدا، راينا مراكز تحفيظ قران كريم رجعت تشتغل، راينا تخريج لحفاظ قران كريم، راينا يعني موضوع تقديم الاخر، موضوع الايثار في موضوع توزيع المساعدات، طبعا هذا لا يعني انه كل شعبنا ايجابي، طبعا في بعض السلبيات موجوده وهذا نحن نتكلم عن 2 مليون نازح في داخل قطاع غزه، لكن انا ازعم ان الصمود الذي اظهره شعبنا كان واحد من الاسلحه التي واجه بها شعبنا المدني الاعزل الاشاعات الصهيونيه والاهداف الصهيونيه، ولذلك انا اقول لكل نازح في قطاع غزه انت مقاتل، انت صاحب انجاز عظيم جدا في افشال الاهداف الصهيونيه والاهداف الامريكيه، وانا قد اختلف مع كل من يطرح ان الامريكي اتاح للعدو الصهيوني فتره او ساعده، لا، الامريكي موجود على الارض طبعا، الامريكي يقاتل، الامريكي يمد بالسلاح والطائرات والقذائف والرجال ايضا، وهذا يفسر لنا الفرق الكبير بين اعداد القتلى الذين تعلنهم المقاومه والتي تعترف بها الجيش الاسرائيلي. اشكرك جزيلا دكتور محمود الشجراوي امين قسم القدس في هيئه علماء فلسطين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. اعود اليك استاذ سامر لنتساءل عن الوضع الحالي الذي يتسم بمفاوضات، جولات مفاوضات تكاد تنتهي قبل ان تبدا، لأن هناك دائما معيق أو عائق كبير وهو نتنياهو الذي لا يعطي، وهذا طبعا سبب في انتقادات كبيرة له في الكيان الصهيوني، وقال الوفد المفاوض عدة مرات بأننا نعطى مساحة للتفاوض في الصباح ولكن في المساء يتصل نتنياهو ويطلب بأن لا نجتهد ويغلق علينا باب هذه المساحة للتفاوض، بمعنى أن الوفد المفاوض هو فارغ المضمون، والتزام المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بشروطها واحتفاظها بهذا النفس الذي يتسم بالإصرار على هذه الشروط يجعل هناك سؤال، ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد؟ الآن نحن في الجولة الأخيرة أخي يونس، بمعنى الآن هي سياسة عض الأصابع، وبالتالي المقاومة تتناغم مع مطالب الشعب الفلسطيني بعد 190 يوم من التضحيات، وبالتالي لا يمكن أن تتراجع حركة حماس والفصائل الفلسطينية عن أي من مطالبها، لأن هذا سيسجل في قضية خذلانها للشعب الفلسطيني إذا ما قامت بمثل هذا الفعل، ويمثل اتحاد سياسي لها، خاصة وأن بيدها أوراق قوة، بمعنى كما تفضلنا سابقا في البداية مطالب المقاومة الفلسطينية أصبحت مطالب معقولة، وهذا ما يعني ما يحرج الاحتلال، بمعنى 4 من مطالب حركة حماس والفصائل الفلسطينية أصبحت مطالب دولية، يبقى الخلاف في قضية التكتيكات أستاذ يونس، المطلب الأخير هو مطلب الأسرى ويتعلق بقضية مطالب حركة حماس والإصرار على قضية ترتيب كيفية أن يخرج أكبر عدد من الأسرى
المؤبدات الذين هم يعني هم الملف الثقيل داخل هذا الأمر. لكن المشهد الحقيقي أنه لم نصل أيضا إلى نقاش مثل هذه الأمور، بمعنى إذا ما رأينا أو حللنا خطاب أو تصريحات رئيس الوفد المفاوض الإسرائيلي فإننا نتأكد حقيقة بأنه المستفيد الوحيد من تعطل المفاوضات هو نتنياهو، وبالتالي نتنياهو بقدر ما يعطل المفاوضات بقدر ما يعطي أمد أكثر لعمر الحرب يبقى في ذات السياق في المشهد السياسي، وبالتالي يتهرب من استحقاقات 7 أكتوبر ومن قضايا الفساد التي تلاحقه والفشل الذي أصبح الآن قضية أكبر من هذه الملفات في 7 أشهر. يعني نتحدث عن 190 يوم من الفشل العظيم، لم يحقق أي من أهداف الحرب، لم يقضي على حماس، لم يستعيد الأسرى، لم يسيطر على قطاع غزة، يتكبد الخسائر، سقطت الرواية، يخسر الشريك الأمريكي، يخسر الدعم الدولي في كل المجالات. الآن أصبحت إسرائيل على صعيد السمعة الآن دولة إبادة جماعية قامت بمجازر، الصعيد الداخلي متفكك سياسيا واجتماعيا وانهيار اقتصادي داخل منظومة الاحتلال، وبالتالي هذا كله يدرك نتنياهو، وبالتالي هو يعطل المفاوضات من أجل إطالة عمر الحرب تحت وهم أنه سيستعيد الأسرى بقضية المزيد من الضربات. لكن حقيقة المشهد أنه جميع الأطراف تدرك بأنه الذي يعطل هذا المشهد نتنياهو نتاج هذه الأمور، وبالتالي الضغط يجب أن يكون على نتنياهو ليس كما تقول الإدارة الأمريكية على حركة حماس. حركة حماس منذ اليوم الأول أخي يونس قالت الأسرى موجودين ونحن ثمنا هكذا، أردتم أن تكون الصفقة كاملة جاهزون، مجزأة أيضا جاهزون. لكن أن يشترط نتنياهو على سبيل المثال شرطا مثل أن تكون قائمة الأسماء الموجودة لدى حركة حماس من الأسرى المحتجزين لديها أن تكون على طاولة المفاوضات في بداية أي حديث، هذا حد ذاته نوع من وضع العصي في الدواليب، خاصة وأنه هناك 150 أسير محتجز لدى المقاومة، بمعنى تدرك حركة حماس وتدرك دولة الاحتلال بأنه هذا هو العدد الموجود، وبالتالي الحديث يدور حول الثمن الذي يجب دفعه. نتنياهو لا يريد أن يدفع أي ثمن، وبالتالي يتطلب هذا في ظل تعنت نتنياهو أن تكون المقاومة على إدراك وهي على كذلك بأنه مطالبها مستحقة، ويبقى الزمن هو الذي يتحكم في قضية الصمود حتى تحقيق الإنجازات، بمعنى أنه نتنياهو الذي فشل على الأرض أعتقد أنه لن يستطيع الانتصار على المقاومة على طاولة المفاوضات في أي حال من الأحوال. أحسنت، نختم بهذا أستاذ سامر عوض الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.